الليلة ما حقنا نحن كسلفيين، ده حق الطلاب المسلمين دول كلهم، كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ده منبره. والحمد لله نحن ما قعدنا تاجر بالدين بفضل الله، وليس فخرا أو رياء أو نفاقا، بدليل إنه ما عندنا حزب ولا عندنا جماعة، عرفت كلام أنت؟ ولا عندنا طريقة ولا عندنا صندوق بتاع انتخابات بتاع اقتراع بندعوك له أبدا. نحن عندنا كتاب وسنة بفهم السلف. موضوع انتهى، موضوع انتهى. ما تبي إلا جماعة، ما تبي إلا طائفة. والله الليلة ما نخليكم، ورب السماء ما نخليكم. تعال خش. انتوا خايفين من شنو؟ خايف من شنو يا اختي؟ تكلم في صحابة انت ما قادر علينا، نحن خليك من الصحابة. احنا ديل انت ما قادر علينا، تقدر على صحابة؟ يا ولد تعال، 7 × 8 بكم؟ بالله شوف ده يتكلم في الإمام البخاري ويقول لك السنة حفظت كيف؟ السنة حفظت بالرجال، ربنا حفظها بالرجال وحفاظ ما يخربوا، ما عندهم شغلة زيك، ما كذابين ولا مجارمة، ناس عدول ثقات في دينهم، ما يزيدوا ولا ينقصوا. التراب كفر الصادق المهدي، لكن ده سنة كم؟ ده كان سنة 1998، كان في جماعة هنا لسه كان بيرضعوا 1900 ده الجيري ده ذاته، انت قايل صورة من الوقت ده كان كاجيمة قاعد بيها. لكن احنا الليلة دايرين انهم يجوا هنا، تعال هنا الليلة يوم الرجال، فهمت؟ لو في واحد شعبي تعال، لو ما عندك كتب بنجيبها لك، لو داير مازه بنجيب لك، لو داير باسطه بنجيب لك، لو داير مطرق بنجيب لك، كله جاهز، فهمت؟ اي حاجه دايره بنجيبها لك. تك الراجل بعدين تعال خش. مجموعه من الشفته والصعاليق دايرين يا اخي، يقول الرسول هم لسه فينا كلام الترابي قالوا يستحي منه حتى فرفور قاعد هنا. دي الرساله الوحيده اللي بتطلع بها من المنبر ده، لا هي رساله للجماعه ولا في اوراق للتسجيل حتى تدخل معنا ولا غيره، انما رسالتنا لتوحيد الله، انما رسالتنا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنها ونبذ كل من حاول ان يطعن فيها او يطعن في مسلمات ديننا. هكذا هي عقيدتنا وهكذا هو منهجنا. ده دين؟ ده دين يا ترابي؟ يا ما عندك دين يا مجرم ولا عنده دين؟ زول قال زكاة ما في، يكون عنده دين كيف؟ وربنا عز وجل قال واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شوف انت لو مشيت معنا بسلسلة زي دي كل يوم نحن حنجي ونزيدك زيادة، والطلبة يزداد يقين انك انت كافر بالله سبحانه وتعالى، كافر بالله سبحانه وتعالى. ما ممكن زول يكون زي ده مسلم. الاسلام ده كيف يا شباب ذاته؟ اذا كان زول شاك في رب الخلقه، رب الخلقه شاك فيه، اها ده مؤمن كيف تاني؟ تعال خش ناقش، تعال خش يا اخي. انا اقول لكم حاجه، ادونا زمن بتناقشونا بتين، ادونا ناس العقل السلفي، ذلك العقل المتخلف المتحجر الانكفائي الجاي من كتاب تاريخ، الناس اللي بيتكلموا لك عن ازمنه وحقبه تاريخيه انتهت في زمنها ونحن ابناء اليوم ولنا زماننا ولنا مكانتنا ولنا ثقافاتنا ولنا تفاعلاتنا مع المجتمع ومع الثقافة ومع الدين ومع اللغة ومع السلفيين ذاتهم. فرصة مفتوحة على النقاش، تعال خشوا. ما واحد فيكم ينبسق ساكت؟ ما في، تعال انبسق، فرصة مفتوحة على الانبساق، تعال خش. عيب والله، عيب 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 عيب. فكان هذا المنبر بيانا وتبيانا لما حصل في الأيام الفائتة من مؤتمر أو من ندوة أقيمت في هذه الجامعة باسم المؤتمر الشعبي. دخلوا في هذا المنبر وطعنوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وطعنوا في رسول الله عليه الصلاة، زي ما حيجيك بالوسائق إن شاء الله، ما حنجيب لك حاجة من راسك. العقيدة يا هالعقيدة، تدعو الله براو معناه تدعو الله براو، راكب طيارة قدرت تقلب، فهمت؟ في ضغط جوي فوق، ولا الحمار فنجد بيك، فهمت؟ ولا في النهاية العقيدة يا العقيدة تقول يا الله، الحمار داري منك تقول يا الله، الطيارة تقع تقول يا الله، دي العقيدة ما بتتغير، العقيده ما بتتغير، فهمت الكلام ده؟ دي بعض المفكات التابعه للمنطقه الصناعيه السلفيه لسمكره الحركه الاسلاميه الطالبيه. عرفتها؟ ده شيخك قاعد لي قاعد في الوطن، يا اخي تعال خش ارفعه بس في الكرسي ده، والله ما نزلك. يا ناس عيب، عيب يا ناس. قال الشعبيين اتصلوا على صاحب الساون، يا تنزل الساون يا بنكسر لك، رساله لبتاع الساون، اذا كسروه بنديك سعر وكاش، انتهى. رسالة إلى الطلاب، اثبتوا دفاعا عن الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. رسالة إلى الشعبيين، جربوا.
جربوا والله تمد ضنبك نقطع ونقطع حاجات تانية وضنينك يا شعب يا بليد. ها كده 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 قال تكبير يا اخوانا. وفي اصل العقيدة وفي اصل الدين ومن اعتقد هذه الشبهات صار كافرا بالله وبرسله وبملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا الكلام وهذه الطعونات هي من الاستهداف الذي يستهدف به شباب الأمة، لأنهم يريدون شبابا بلا عقيدة وشبابا بلا هوية وشبابا بلا علم وشبابا بلا دين، فيكون هذا الشباب عبارة عن صيدا سهلا لكل عدو من أعداء الدين وأعداء الملة. وإنت ما بتلقى إن شاء الله ناس يبينوا لك الكلام ده إلا السلفيين. في مسائل مهمة أنا دار أقولها للناس. المسألة الأولى عداء المؤتمر الشعبي والحركة الإسلامية الطالبية ليس هو للسلفيين، وإنما هو عداء للدين وعداء لله وعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ستعلم طعني في الدين، طعني في الآيات، طعني في الأحاديث، إنكار للسنة، عذاب قبر ما في، يشكروا في اليهود. الشلة الجاد يوم الاثنين الفادي بتشكر في اليهود ورب السماء. أنا بقرأ لك كلام ولو دايروا تسجيل بحوله لك، فهمت؟ ويطعن في رسالات الأنبياء، وهو رجل لو قلت أنه أجهل من حمار أهله لسببت الحمار والله الذي لا إله غيره. والكلام ده أنا بقوله من باب الهتر، لكن لما أنت تشوف الكلام اللي بيقول فوق الولاد ده تتحير ذاته. وقالوا دكتور، فهمت؟ أنا ما عارف دي غايته يغيموها كيف، دكتور بيقى كيف ذاته، فهمت؟ ومن هنا ودي النقطة الثانية، أنا أدعو جميع كوادر المؤتمر الشعبي، الشفع ولا أمين أمانة الفكر ولا غيره، والمركز العام بتاعكم قريب، جيبوا السنوسي، جيبوا علي الحاج، تاني جيبوا منه، فهمت؟ جيبوا الناجي عبد الله، تاني في منه، كلهم أبو بكر عبد الرازق، سمية أبو كشوة، كلهم جيبوا، دي بنجغم لك من وراء حجاب إن شاء الله. فكلهم أي واحد فوقهم جيبوا هنا، الشفع الولادات اللي قاعدين في الجامعة ديل برضو جيبوا، فهمت؟ لأن يا أخواننا ده ضياع للأمة وطعن في مقدسات الأمة، فهمت؟ الليلة لو جيت اتكلمت في الترابي كلهم يكوركوا، كاب بتكورك مالك؟ هل الترابي رسول أو نبي؟ فهمت؟ ما بيرضوا في هذا الدجال المجرم الملحد الترابي، ويرضوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرضوا في أنبياء الله، ويطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقولوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده حاجة ورث علينا، ولا من مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يجينا بتشريع جديد. فالرسالة الآن دائرة للولادات، وبكونوا قاعدين المنبر الفات دينا اشتغلنا قاعدين قدر ما قلنا لهم خشوا أبو يخشوا المنبر ده، لابد تجوا لابد تجوا. وزي ما قال سيدنا موسى عليه السلام، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، من بدري جيناك، فهمت؟ بعد ذاك انت لو ما جيت يا مؤتمر يا شعبي فإنما أنت إنسان كذاب مفتري، ها ليس عندك شيء ولا عندك شيء ذاته. طيب اتكلموا في الصحابة، اتكلموا في الدين. نحن أخواننا أول حاجة بنعتقد إنه الإسلام والشريعة الإسلامية جاءت بأصول، من خالف هذه الأصول فقد يخرج من الإسلام، وقد يصير مبتدعا معاديا للإسلام، وقد يصير فاسقا إلى غير ذلك من الأحكام الموجودة في الشريعة الإسلامية. وفي حدود ربنا سبحانه وتعالى جعل للشريعة، من هذه الحدود أن يؤمن الإنسان بكتاب الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الحدود أن يؤمن الإنسان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله
إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك ده قسم من الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ده من الحدود من الحدود كذلك الذين جاءوا بهذا الدين لهم الحرمة ولهم المكانة العالية وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا قال عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وربنا سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الكفاية في علوم الرواية قال ولو لم يأتي في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلهم وحفظ مكانتهم لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الجهاد والنصرة والخروج من النفس والولد لأوجبت تلك الحال القطع بعدالتهم يعني الصحابة دين لو ما في آية قالت حبوهم ولا تردوا عنهم ولا أثنوا عليهم الخير ولا بارئوهم في الدين العلماء قالوا لأوجبت الحال التي كانوا عليها مصعب بن عمير أمه تجي تقول له ترجع الدين ما يرجع وكان رضي الله عنه منعما إذا مشى بطريق قال أهل مكة قد مشى مصعب بن عمير بهذا الطريق فخرج من هذا المال ولما أسر أخوه قال للأنصار الذي أسره قال أشدد عليه فإن له أما ذات مال له أم ذات مال أبو بكر الصديق بعد أن أسلم ولده قال له يا أبتي لو رأيتني يوم أحد وأنا أقترب منك ثم أبعد كي لا أقتلك يعني أنا باربيك قال يا بني لو رأيتك لقتلتك صحابة زيدين يجي يتكلموا فوق مجموعة من الشفتة مجموعة من الحرامية باعترافهم هم أصبر لي أنا جايك لهم شغل موسق والكلام اللي قالوا لك أخونا الباشمهندس محمد خالد قبل شوية إنه الناس ذيل سبوا الرسول وكده وقالوا الرسول كاهن وشاعر باعترافهم هم ذاتهم قاعد موسق عندي باعترافهم قاعد موسق عندي فهمت؟ فبعدها إلا يا شعبي تبير راسك وتجي خاشينة تتكلم في الأولياء الصحابة رضي الله عنهم الذين قال الله سبحانه وتعالى في حقهم للفقراء أي الفيء للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون العلماء قالوا ديل المهاجرين والبعديهم الأنصار ديل عندهم النصيب من الفيء ونحن داخلين في قوله تعالى إن اتبعناه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم فبيجوا الشعبيين ومعاهم الترابي
عشان الواحد يعمل فوق الواد عنده عقل ويعمل فوق الواد هو مجدد للدين وهو إنسان بيجيب حاجات جديدة الناس ما سبقت إليه، كما قال قائل الجاهلية الأول: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. وهو يروم أن يلحق أو أن يسبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الروم والقصد إنما هو قصد إنسان مسطول بـ 12 كره، لأنك ما ممكن تحصل الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد صحابي ولا نصيفة، ما بتحصلهم. الصحابة ده إيمانهم ثقيل. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والبخاري صعد على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف الجبل، إيمان ثقيل، فركده رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وفي رواية: نبي أو صديق أو شهيد. صحابة ربنا رضى عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فدال دارين يجي ينسفوا لك الدين من البداية، بيجي يقول لك نحن ما دارين سنة، لأن السنة دخلت التحريف، ويكذب في الصحابة زي ما حاجيك بعض الشبهة رد لك عليها، عرفتها؟ طيب يا شعبي، كيف جاءك القرآن؟ القرآن ده وصل لك كيف؟ وصل كيف؟ هل واحد من الشعبين الرسول؟ هل جبريل عليه السلام ينزل بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بالوحي؟ جاء كيف؟ ما عندك طريقة إلا إنك تقول الجاب الوحي والقرآن هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإنت إذا قدحت في الصحابة قدحت في القرآن وهو بيقدح في السنة، لأنه زي ما قال أبو زرع الرازي، قال: من طعن في أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق. قال: لأن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق، وإنما أدى إلينا ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم فهو أحق بالطعن وهو زنديق. وقال بعض السلف: من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما استطاع أن يطعن في رسول الله يعني مباشرة، وإنما طعن في أصحابه، حتى يقال: لو كان رجلا حسنا لكان أصحابه ليسوا بأصحاب سوء. فهو طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، وده شيء مشاهد عندنا في المجتمع، عرفت؟ انت لو الليلة جيت ماشي مع شلة بتاعت بنجو بتاعت مريسة بتاعت غيره، ما يقال لك إلا أنك مثلهم، انت زيهم. لو انت ماشي مع شلة شينة بيقول لك انت زيهم، لو ماشي مع شلة كويسة بيقول لك انت زيهم. فكيف يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرفت؟ فدل دارين يضرب الأصول. نحن عندنا الكتاب القرآن، وعندنا السنة، وعندنا الكتاب والسنة يفهم بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، يجي يقول لك يا أخي القرآن قطعي، مع أنه في النقاش الشباب اللي كانوا حاضرين قال الآية ظنية، وقت عصروا الشباب قال الآية ظنية، بعد شيء لا قال لا أنا ما قاصد الآية ظنية في الثبوت في الدلالة. طيب قل هو الله واحد، المعنى الثاني شنو؟ قل هو الله واحد، قل هو الله واحد، ده المعنى اللي بيفتكره هو ظني. المعنى الثاني شنو؟ الآية دي قطعية، ربنا قال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. المعنى القطعي شنو؟ والمعنى الظني شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. المعنى الثاني شنو؟ ربنا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المعنى الثاني شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: يا وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. المعنى الثاني شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: الرحمن على العرش استوى. المعنى الثاني شنو؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد كفر الذين قالوا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء
سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق. المعنى الثاني شنو؟ كويس. ولو جيت نذكر لك الكلام ده كلام كثير، كلام كثير، فهمت؟ فده زول أجهل من الجهل ذاته. ومن أسوأ الأمور هذا الجهل المركب، واحد يعمل فوق أفهم بني آدم وهو أبلد بني آدم، يمشي على هذه البسيطة ولا يفهم المؤتمر الشعبي. آية واحدة ما قرأ صح، وأنا أبيت أكتب الآيات لأنه كان بضيع زمني، ما في آية قرأ صح نهائي، كل آيات يجيب الآية دي في دي ويزيد آيات ويفعل ويترك، ما جاب له آية واحدة صحيحة. عرفتها؟ أنت زول دار تعمل فوق مجدد وما حافظ أي حاجة، تجدد شنو ذاته؟ عرفتها؟ طيب، مسألة، المسألة الثانية مسألة السنة يا أخواننا، السنة ثابتة بالقرآن، بس الناس تركز معي شوي. ربنا قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا شنو؟ إلا وحي يوحى. ده شنو ده؟ ده معناه شنو؟ طيب هو يقول لك لا أنا السنة ما دايرة، أنا داير نتفق على حاجات مع بعض. طيب هل أنت بتتفق معي إنه من آليات، طبعا دي ما وهماتهم، آليات التفسير اللغة العربية؟ ربنا قال إنا جعلناه قرآنا شنو؟ عربيا. طيب ربنا قال وما ينطق عن الهوى، ينطق دفع المضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، متعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، وعن حرف جر وهو عند البلاغيين يفيد المجاوزة، فهمت؟ مجاوزة معناها شنو؟ معناها مرق. فربنا سبحانه وتعالى أضاف النطق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليه قال النطق ما قال الكلام؟ عشان أي حاجة عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أقر الرسول عليه الصلاة والسلام أنت تأخذ بها. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا شنو؟ إلا وحي يوحى. ربنا سبحانه وتعالى قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. من أداة شرط، يطع فعل الشرط، الرسول فقد أطاع الله، أطاع الثانية دي شنو؟ دي جواب الشرط. وهذه الجملة الشرطية عند أهل المنطق والكلام والمناظرة بيسموها جملة مكفولة، يعني دي ما دام فيها فعل شرط لابد يكون فيها شنو؟ جواب شرط. فربنا سبحانه وتعالى قال لك لو داير تطيع الله تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام، فهمت؟ آيات كثيرة جدا، ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله. دائما بتقول الله ورسوله، الفائدة شنو؟ الفائدة شنو؟ الفائدة تفيد أن لله طاعة وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة وأن طاعة رسول الله من طاعة الله. عرفتها؟ آيات ثانية ربنا قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاءت مرأة اسمهم يعقوب لابن مسعود لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشمات، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والنامصة والمتنمصة إلى آخر. قامت قالت له يا ابن مسعود ما لي أراك لعنت كيت وكي، قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال أما إنك لو قرأتيه لوجدتيه، أما قرأت قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ وأول كلمة قال الديكتور ده أمين أمانة الفكر قال بالحركة ولا المؤتمر الشعبي، فهمت؟ أول كلمة قال يا أخواننا الدين جاي عشان يكمل قال الرسالات قبله، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال، والحديث ذاته ما جابه من البداية ولا جابه من النص وإنما جاء فيه كلمتين، وذاته قارين غلط وما بيعرف يطلع مخارج الحروف وزول أجهل من الجرادة، فهمت؟ قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، يشير إلى هذا الحديث نحن بنشتغل به كثير، إنه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بختم رسالته للرسالات كمثل رجل ابتنى دارا
فأحسنها إلا موضع لبنة لبنة، فجعل الناس يطيفون بهذا البيت ويقولون ما أحسن هذه الدار لو أن صاحبها وضع اللبنة. قال: فأنا تلك اللبنة. طيب يا شعبي، ده انت سميه سنة، سميه حديث، سميه اي حاجة، جاك كيف؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم جلي الولد العامل فوق الدكتور بتاع الشعبيين جابوه يوم الاثنين قال لك انا قلت كده؟ ولا لقيته وين؟ ده ما سؤال، مش هو ما بيؤمن بالسنة؟ ليه جبت الحديث ده؟ جايبه ليه؟ واحد من اثنين، اما انت بتقر في نفسك، ربنا قال: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، او انت بتقول حاجه وما معتقدها، فقد شهدت على نفسك بالنفاق. لان المنافق هو الذي شنو؟ يشهد بخلاف او يظهر خلاف ما شنو؟ ما يبطل. فهمت؟ فاما تكون منافق وكلام كثير احاديث كثيره قام جابها. طيب انت قلت ما بتاخذ باخبار بالسنه كلها، مش قال اخبار الاحد، كل السنه قال ما بياخذ بها. طيب الحديث ده لقيته وين؟ فيها صوره كده، ورونا ورونا يا شعبين، دي صوره جديده نزلت عليكم ولا شنو؟ حاصل شنو؟ ورونا الحاصل شنو؟ عرفتها؟ لكن ده اخواننا العلماء قال لك ما من صاحب باطل الا وهو متناقض. سام متناقض، عرفتها؟ وغير من المسائل الثانيه الحنج عليها. طيب ربنا سبحانه وتعالى: ونزلنا اليك وانزلنا اليك الذكرى في صورة النحل لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب ربنا قال في حاجة أنزلت ما نزل إليهم، في حاجة أنزلت إلى الناس، ودي شنو يا أخواننا؟ ها؟ النزل لنا ده شنو؟ ده القرآن. طيب ربنا قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب اللي بيبين القرآن ونزله على الرسول عليه الصلاة والسلام ده شنو؟ ها؟ دي السنة. يبقى زول اللي بينكر السنة بينكر شنو؟ بينكر القرآن، عرفتها؟ وممكن أنا أستدل بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فربنا سبحانه وتعالى سمى السنة شنو؟ ذكر. ربنا سبحانه وتعالى قال: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الواو تقتضي شنو؟ العطف والمغايرة. الحكمة وآيات الله أمرين مذكورين. طيب إذا عرفنا آيات الله هي القرآن، ما هي الحكمة؟ ها؟ هي السنة. يبقى الإنسان البينكر البينكر السنة إنما هو في النهاية ينكر القرآن والسنة، عرفتها؟ عشان كده أخوانا الناس ما تفتكر إنه النازل عندهم مشكلة معانا نحن، نحن والله لو الدين حقنا كان نجمناهم هناك في المنشي، كان بيجر فراري وبمشي عليه وبجيه، فهمت؟ لكن الدين ذاته امرني بطريقه معينه في الرد وبيان الحق ونقد الباطل الى اخره، عرفتها؟ فالدين ما حقنا نحن، لما تجي تطعن في الدين انت ما طعنت فوقي انت يا ترابلي ولا الوده محمد فقيري ولا مين، ما بتطعن فوقي انا. وانا نازل دارينهم الليله ايوه منبر الفات كانوا شغالين وقلتيها قالوا وقالوا، انت ما تجي تخش مالك؟ انا عندي 4-2 ما تعال خش، خلينا نشوف فهمك شنو ذاته، عرفتها؟ طيب نمشي لبعض الشبهة ذكروها. قال قال بالنسبة للعشرة المبشرين بالجنة، بالله شوف الزول يا اخواننا بيتكلم عن الصحابة بمنتهى الاستخفاف والاستهزاء، ها، وبمنتهى قلة الأدب وعدم الاحترام. قال بالنسبة للعشرة المبشرين بالجنة، الرسول يقول فلان في الجنة فلان في الجنة، يا اخو ما بيعلم الغيب، هم نو هم نو، ده قاصد بانه هم منو؟ انت ما عارف منو لاسي؟ انت ما عارف الرسول عليه الصلاه والسلام منو؟ يا 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 شعبي، الزول ده يا اخواننا جابوا ده هنا يشتغل شنو؟ ها؟ والله حقه ركن الشعبيين ده نجيب لهم مكافحه المخدرات. انت زول نصيح؟ انت ما عارف الرسول هم منو؟ ربنا قال: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انت ما عارف النبي صلى الله عليه وسلم منو؟ بالله شو الزول ده؟ ربنا قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه شنو؟ بكرة وأصيلة. أنت ما عارف الرسول صلى الله عليه وسلم منه؟ بالله شو الزول ده؟ قال هم نقل، يعني كأنه بيتكلم مع طالب زيه
أو كأنه بيتكلم له مع كادر من كوادر الأحزاب زيه، قال أنت تخش الجنة وأنت تخش النار. آه شوف الكلام ده كيف. النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما أجيك أحاديث داير زول يكون الكتاب عنده، الناس دي كلها بتعرف غزوة بدر صح ولا ما صح؟ لا، قبل غزوة بدر بيوم النبي صلى الله عليه وسلم عمل شنو؟ مش قال ده مصرع فلان وده مصرع فلان وده مصرع فلان؟ وبعد ما ماتوا، بعد ما ماتوا وقتلوا، النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم وين؟ في القليب، تعبير إن شاء الله تشمه، فهمت؟ القليب بتعبيري ده. والنبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالنار ولا ما بشرهم؟ ها؟ بشرهم بالنار ولا ما بشرهم؟ فهمت؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام ده جابه من وين؟ ده وحي. ما نحن قلنا ليك الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، عشان كده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما جو قريش قال له أنت بتكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رجل يتكلم في السخط والرضا، قال فتركت الكتابة عنه زمانا، قال ثم قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكرت له ما قالت قريش، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حقا. ده الرسول عليه الصلاة والسلام قال، يقول لك الرسول هم نو النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم بالغيب يا أخي. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ربنا قال قل إنما أنا نذير مبين، بيجيوا بالوحي. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فهمت؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. النبي عليه الصلاة والسلام بيتبع الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام قال في فتن، النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان بن عفان بيقتلوه، عثمان بن عفان مات كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال عمار بن ياسر يقتل، عمار بن ياسر رضي الله عنه مات كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال علي بن أبي طالب يقتل، علي بن أبي طالب مات كيف؟ ما سؤال؟ تقول لي يا شعبي يا ما عندك أدب يا سافل تجي تقول لي الرسول هو منو؟ الرسول هو منو؟ وانت الليلة عايش وما عارف الرسول هو منو؟ ودار تتكلم لنا في العيش وتجربة التاريخ وقال ينبغي أن نستفيد من تجربة اليهود. أصبر لي أنا جايك له. طيب عرفت؟ أما العشرة المبشرين بالجنة ديل الأدلة الثابتة فوقهم أدلة أجمعت عليها الأمة، ها؟ أدلة. أما أبو بكر الصديق ربنا سبحانه وتعالى قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. لهم ما يشاءون عند ربهم دي وين يا شعبي؟ دي وين دي؟ فهمت؟ دي وين؟ دي وين؟ ربنا قال وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الآية بتاعت هذان خصمان في سورة الحج اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. دي نزلت في منو؟ نزلت في علي رضي الله عنه وفي حمزة وفي سعد ابن الربيع، ونزلت في شيبة وفي عتبة وفي في في ابن الوليد ابن شيبة أو ابن عتبة، عرفتها؟ نزلت فيهم الآيات. قالت ديل في الجنة وديل في النار. تجي تقول لي الصحابة ديل منو؟ ربنا قال عنهم وكلا وعد الله الحسنى الجنة. ربنا قال لقد رضي فعل ماضي ولام بتاع طوطئة بتاعت قسم وقد من حروف التحقيق. ربنا قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ربنا دخلهم الجنة لأنهم أول حاجة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. وغبار دخل أم في واحد من الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام أخير مننا إحنا الأمة كلها أحسن منا. عشان كده لما سألوا أحد السلف قالوا لو أحسن عمر بن عبد العزيز ولا معاوية رضي الله عنه، قال لغبار دخل أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز وآل عمر بن عبد العزيز، لأنه ده زول ما شاف زول هين، ده شاف الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أنت الشعب اللي بفهمك شنو؟
شعبي بريد جايبينه يطعن في الدين، فهمت؟ لكن احنا الليله دايرين انهم يجوا هنا، تعال هنا الليله يوم الرجال، فهمت؟ لو في واحد شعبي تعال، لو ما عندك كتب بنجيب لك، لو داير ماذا بنجيب لك، لو داير باسطه بنجيب لك، لو داير مطرق بنجيب لك، كله جاهز، فهمت؟ اي حاجه دايره بنجيب لك. تك الراجل بعدين تعال خش، مجموعه من الشفته والصعاليق دارين يا اخي. يقول الرسول هم يا اخوانا عليك كده، انتوا كده ناس قاعد في بلد اسلام ولا انا قاعد في وين؟ انا ما عارف ذاتي. الكلام ده لو قالوا في واشنطن ولا قالوا في باريس ولا قالوا في لندن، الزول شويه كده بقول انا اصلا ما قاعد مع كفار. لكن زول يقول كلام زي ده بين مسلمين، ها؟ يقول لك الرسول هم يعني هم ذاته مؤهلاته شنو ذاته عشان يقول كلام زي ده؟ ها؟ الرسول ذاته مؤهلاته شنو؟ انه يقول لنا فلان في الجنه وفلان في النار، مؤهل انه ربنا نزل عليه الوحي، ها؟ وانت قال بشيرا ونذيرا، معناه شنو؟ مبشرا لمن اطاعه بدخول الجنه، ومنذرا لمن عصاه بدخول النار. ها؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني شنو؟ يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. لما قوم موسى ربنا قال واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما اخذتهم الرجفه قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال أي قال الله عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. لما قوم موسى قالوا يا الله نحن رجعنا لك وتبنا لك، ربنا اشترط عليهم إنهم يتابعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، عرفت؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه نائما، فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم مثلا فاضربوا له مثلا، قال بعضهم إنه نائم وقال البعض إن العين نائمة والقلب ولن القلب يقظان، قال مثله كمثل رجل بنى دارا وصنع فيها مأدبة، قال وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا أولوها له يفقهها، قالوا الدار هي الجنة والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع رسول الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، وفي رواية فرق بين الناس. قال الرسول هم نقال، ها يا اخي الامام مالك رحمه الله ورضي عنه يكون قاعد في مجلس الحديث، تجي تنزل فوق ينزل فيه زنبور، يجي ينزل فوق زنبور يديه 17 لسعة وهو في مجلس الحديث، قال حتى يعلوه العرق والرحضاء، فيقول له فلما يقضي حديثه يقال له ما لك يا امام؟ فيقول انظروا ما أصابني، قال فيجدونه زنبورا قد لسعه 17 مرة، فيقولون هذا زنبور قد لسعك 17 مرة، فيقولون يا إمام ما منعك أن تقطع حديثك؟ قال لم أكن لأقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الكلام ده كيف، ها؟ الإمام الشافعي واحد سأله عن مسألة قام أفتاه وداه حديث، قال له يا إمام بتأخذ بالحديث ده؟ قال له أتراني نصرانيا؟ أتراني أعلق صليبا؟ أتراني أشد على وسطي زنارا؟ دي كانت هيئة أهل الذمة.
بالله لو الإمام الشافعي شافوا ليدات الشعبين ديل يسوي لهم شنو؟ ها؟ قال أقول بحديث أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به. عشان كده قال لهم لو شفتوا الإمام الشافعي عارض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أضرب به عرض الحائط. بيعظم النبي عليه الصلاة والسلام. أبو محذورة صحابي النبي صلى الله عليه وسلم مسح على راسه وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فكبر أبو محذورة وأبى أن يحلق شعره حتى طال شعره جدا. عرفت؟ طال شعره ما دار يقطع الشعر ده لأنه النبي عليه الصلاة والسلام هبش له شعره. عشان كده لما جاء جاء اللي هو موفد قريش في صلح الحديبية سهيل، مش سهيل بن عمرو، ولما شاف الصحابة قام رجع لقومه قام قال لهم والله ما رأيت أحدا يعظم أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا. قال لقد دخلت على الملوك والأمراء فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كتعظيم أصحاب محمد محمدا. قال والله ما بصق ولا تنخم نخامة إلا وقعت في يد واحد منهم فدلك بها وجهه وجسده. قال وما أتمر بأمر إلا بادروا إليه. عشان كده الصحابة مشوا لي قدام، يجيني واحد زي الشعب ده يجي يقول لي هم نو ذاته؟ هم نو؟ يقول عن الرسول هم نو؟ ها؟ شوفوا عليك الله احنا وصلنا وين؟ ما هو ده السبب بتاع ضياعنا نحن. إذا كان يوم أحد هزم المسلمون بسبب ترك أمر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهر الحال أن الأمر قد انتهى. المسلمين في بداية أحد دحروا المشركين لما مشوا بعيد جروا كويس وأصابوا فيه مقتل عظيمة والرماة قاعدين فوق لقوا الناس شغالين غنائم، الناس شغالين غنائم خلاص كويس. بعد ذلك قالوا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم التأكيد، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤكد علينا أن نلزم مواقعنا. فكان أن جاء خالد بن الوليد من وراء الجبل وأصاب المسلمين ما أصابهم، فيأخذ المسلمون من ذلك من أعظم العبر أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم سلبا وإيجابا سبب في النصر أو الهزيمة. يا شعبي يا بليد، تقول الرسول هم نه، إذا كان المسيح الدجال، أنا أختم بالكلام ده نصلي ونجي راجعين، ها؟ إذا كان المسيح الدجال، حديث تميم بن أوس الداري لما لقى لما ركبوا سفينة والبحر انقطع بهم ومشوا جزيرة فهمت، وبعد ذاك لقوا دابة كثيرة الشعر أهلب لا يدرى ما قبلوا من قبره من دبره، قال حتى وصلت بهم إلى رجل عظيم الهيئة مكبل موضوع الرأس بين الركبتين ومكبل بالحديد، وسألهم عن أمور عن علامات هي علامات لخروج المسيح الدجال، سألهم عن بحيرة طبرية ونخل بيسان وعن أمور كثيرة، ثم سألهم عن نبي العرب، قال هل خرج؟ قالوا قد خرج، قال فما فعل؟ قال أخرجه قومه فهاجر ثم قاتلهم وقاتلوه فأطاعه من يليه من العرب، قال فظهر عليهم فأطاعه من يليه من العرب. فقال المسيح الدجال 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 قال أما إنه خير لهم أن يطيعوه، خير لهم أن يطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام. المسيح الدجال يقول لهم أحسن لهم يطيعوا الرسول عليه السلام، ويجيك واحد شعبي بريد أسفل من الشبشب المقطع فهمت، يجي يقول لك يا أخي ها هم نزات الرسول عشان يقول لنا فلان في الجنة ولا فلان في النار. طيب أنا بس أقف هنا وإن شاء الله نواصل بقية نقاط كثيرة، وعندنا كلام هنا حيتعرض هنا إن شاء الله، وبعد ذاك حيكون في فرص للحوار والنقاش للولادات ديل عشان نشوف الرسول وذاته منو عندهم، نلتقي بعد الصلاة.